كافيين معكم مشاهدينا، حلقة كتاب الشهرة الخاصة بسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف. يعني هيك عيشتينا القلق من بعد أول مجموعة من التوقعات يلي قلتي لنا إياها، وتحديداً مع أزمة الدولار. يعني خلينا ننتقل لمحطة جديدة بحياتك. تاريخ يشهد قدمتي لأربع سنين، نعم، وحققتي نجاح كتير كبير فيه. نعم صحيح. ولكن سؤال انطرح، نعم، وشفني لازم تردي عليه. أوكي. السؤال بيقول كان له وقع خاص هالبرنامج وخلى المشاهدين يتساءلوا كيف استطاعت ليلى عبد اللطيف انه تقنع رئيس مجلس اداره الال بي سي يلي كان ينعرض عليه البرنامج بيير الظاهر بالظهور شهريا عبر هالشاشه، ومين هي الشركه الراعيه للبرنامج. ورغم ذلك هناك مين بياكد انه ليلى عبد اللطيف كاذبه. ليك ما بهمني اللي انت عم تقوله هلا، ما بهمني اللي بهمني. انا مش عم اقوله، نقال هيك، انا عم بنقول. ما بهمني اللي نقال، اللي بهمني انه ان شاء من شاء وابى من ابى، وغصما عن الكل نجح البرنامج ولا ما كان اربع سنين. كفي لي هالجمله، تاريخ يشهد بان ليلى عبد اللطيف 80% من توقعاتي. اذا بدك تعمل ارشيف بدك ايام وشهور لتخلص الارشيف اللي هو في المصداقية تبعي. وبدي أقول لك شغلة، لو أنا توقعات اللي بقولها 100%، شوف 100%، وما حدا كامل إلا ما حدا كامل إلا رب العالمين. أكيد. يعني الناس كانت عندي بالبيت وعم تتبارك مني. بعيدا عن تاريخ يشهد وسوء العمل بتاريخ ليلى عبد اللطيف، تزوجتي من السيد حميد واكد ب 24 كانون الثاني عام 1982. نعم. لموظفة تزوجت صاحب المؤسسة اللي كانت تشتغل عنده. نعم. شو وين المشكلة؟ بتحصل بأحسن العائلات. خبريني شو صار. لا أنا توظفت عنده، تركت السفارة المصرية وتوظفت بالمحل كاستات بالحمرة، كنت حب الموسيقى كتير، وتوظفت عنده بالمؤسسة. صورة بتجمعك أنت وياه. نعم. توظفت عنده أربع سنين، وسنة 82 قال لي بتحب تعيشي بجدة وتزوجنا. هو كان طيار بالخطوط السعودية. كنتي توقفي على الطريق لتوقفي سيرفيس ليوصلك على البيت. أنا ما بعرف من جيب هالأخبار أصلا. مش بس أنت بتتوقع، أنا كمان بتوقع شو صاير بالماضي. لا لما كنت سكر المحل فيقول لي، هو كان معه ترانس أم سودا، كان يقول لي بتحبي وصلك على البيت، قال له لا أنا ناطرة السيرفيس أو جاي حدا يخدني، وما في حدا يخدني، عم بكذب. فوقف على الطريق انطر سيرفيس، يرجع يلف هو بالسياره ويجي يلاقيني واقفه محلي، يرجع يوصلك. يقول لي بعدك منتظر؟ قال له انا ايه منتظره السيرفيس. قال لي معقوله ما مرق ولا سيرفيس؟ قال له ما في سيرفيسات. قال لي اطلعي بوصلك على البيت، انا ماني يعني اطلع ولا ولاقيها بيني وبينك، يعني لاقيها من الله لانه ما معي حق السيرفيس. تروح على البيت بدي روح ماشي، بدي روح ماشي بس مش قدامه حتى يقول ما معي حق سيرفيس تروح على البيت. هذا اللي صار، توصيلي وبس. يقول لي ايوه توصيلي وبس. فكان يوصلني على البيت كذا مره صارت، ومره قال لي بتحبي تطلعي تتفرجي تلفزيون، نطلع نتفرج تلفزيون عندي عنده بالبيت. قلت له نحن عندنا تلفزيون بالبيت.